نروح بقى النهارده لفريقنا، فريقنا طبعا النهارده اللي كان يعني بيستأنف تدريباته بعد ما انتهت فتره الراحه السلبيه اللي منحها الجهاز الفني له لمده 48 ساعه بعد مباراه المقاولين العرب. النهارده الفريق الاحمر بيستعد لمباراه بيراميدز المقرر ليها بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث في دار الجوله العاشره من بطوله الدوري الممتاز. النهارده تمرينه الاهلي كانت انطلقت بفقره بدنيه، والجهاز الفني كان بيكثف من تدريبات الكوره، وكان في النهارده تقسيم طول الملعب علشان ينفذوا بعض الجوانب الفنيه والخططيه. النهارده موسيماني كان بيعقد محاضره فنيه بالفيديو مع اللعيبه، شهدت الحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير لمباراه بيراميدز ان شاء الله بعد بكره. وكمان خبر حلو قوي النهارده، كمان بيشهد عوده بدر بنون طبعا نجم دفاع النادي الاهلي اللي غاب عن مباراه المقاولين العرب، ويمكن الجهاز الطبي للنادي الاهلي اجرى مسحه طبيه احترازيه لبدر بنون. الحمد لله المسحه جت سلبيه، وبنون شارك في النهارده التدريب بعد تعفيه. يمكن حضراتكم عارفين نزله برد كانت قبل مباراه المقاولين منعته من الاشتراك في مباراه المقاولين. قد ايه كان دور بدر بنون في المباراه اللي فاتت على اعلى مستوى، النهارده بيرجع للتدريبات بشكل مهم جدا. مهم جدا جدا بدر بنون، اصبح بدر بنون من العناصر الاساسيه جدا دفاعيا مهم في خط ظهر النادي الاهلي، مش انتقاصا من اي لعيب عندنا، لكن بدر بصراحه بيقوم بشكل اكتر من رائع وبمجهود اكتر من رائع، وبتحس كده جزء من الامان في خط دفاعنا. صحيح، تطمن لما بدر يكون موجود. بس عايزين برضو نروح من بدر الاكرم، اكرم توفيق الحقيقه اللي ظهر بشكل اكتر من رائع خلال مشاركته مع الاهلي لحد دلوقتي. الحقيقه انه اكرم بيشارك النهارده في تمرين الاهلي الجماعي، وانتظم في مران الاهلي بعد المسحه الطبيه زي ما قلت كابتن هاني اللي بيجريها النهارده وجت نتيجتها سلبيه. اكرم كان غايب عن مواجهه المقاولين الاخيره في الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني انه يجري له المسحه الطبيه الاضافيه علشان يطمن على حالته اكتر قبل ما ينتظم النهارده ويعود الى المران اللي حضراتكم شايفين. أكيد. طبعا مين بدر بنون واكرم توفيق؟ نروح تمام للحاوي وليد سليمان. يعني وليد سليمان ادى النهارده جلسه علاج طبيعي ضمن البرنامج ايه اللي بينفذه وليد، طبعا بعد تعرضه للاصابه في العضله الخلفيه، ده طبعا في مباراه النادي الاهلي مع البنك الاهلي. طبعا الجهاز الفني حريص جدا على الاطمئنان على حاله وليد سليمان، وبيشد طبعا من ازره، خاصه بدايه البرنامج بيكون يعني في نواحي نفسيه. احنا عارفين ان وليد جاله تمزق في العضله الخلفيه. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق بيعمل برنامج تاهيلي بشكل كبير، ويعني ان شاء الله كل التوفيق لوليد. عنصر مهم جدا من عناصر الفريق هتغيب عن فرقتنا، لكن الدور القيادي والدور دور الكابتن اللي بيقوم بيه وليد سليمان ان شاء الله يكون موجود في كل المباريات، وخاصه في كاس العالم للانديه. مستمر على طول دور وليد سواء في الملعب او بره الملعب، شارك قليل شارك كتير، وليد وجوده مهم في كل الاحوال مع الفريق.